صباح الخير مشاهدينا. اليوم بالفعل وصفتنا هي البايلا. رح اعطيكم المقادير. بدنا اول شيء رز حبه طويله، كبيتين مرقه سمك، زيت زيتون، بصل، ثوم، فليفله، ارض الشوكه، بازلا، بندوره، فطر ريدس تقريبا 12 حبة ريدس، بدنا سمك اللقوز، كالامار، تشوريتزو، كورن فلاور أو نشا الذرة، بيض أبيض، بهار حر وزعفران. الكوكينج تقريبا على الساعة 11 مع مرون، أكيد من بعدها رح نعمل التيستينج. رح ناخذ وقفة هلأ من بعدها. موضوعنا هو البطيخ ببالانس، رح تكون معي ناتالي ياغي، ومن بعدها بترجعوا بتلاقوني بالتبس. تاكو معنا. هيلا اليوم مارون مبلش ملنص، رح يخلص. عم بركض. عم يركض فرم البصل وفرم المشروم وفرم الفليفه الحمراء والصفراء. وهلا يلا فيل عالبيت، بعطيه صبيعي من فرمون. فيل عالبيت. شو مارون؟ شو تينا؟ كيفك؟ بارك جود، فيري جود، الحمد لله. كيف تا بايلا اليوم؟ رح اقول لك كيف. على نحن كل نهار ثلاثة على مارون شي اسأل فيسبوك بيج في عنا Ask the Chef Day. اوكي. بأسك ذا شيف داي اكيد نحن على طول بنطلب المشاهدين يطلبوا يسألوا تكنيكال كويستشن اكثر منه ريسبيز. اللي بيسألوا على ريسبيز على طول بسكجول ذيس ريسبيز اللي بنطلبوهم وبنعملهم على الهواء، يعني اكيد احسن من انه تبعتي ريسيت والى اخره. فكرمال هيك اليوم يعني في حدا من المشاهدين طالب بايلا، وبكره رح نعمل لبن امه لانه في حدا كمان طالب لبن امه. لبن امه شو فكرمال هيك عم بعمل بايلا اليوم. شو بدي اخبر عن بايلا؟ بايلا هي من الاكلات اللي انا كثير بحبهم، وهي من الاكلات اللي اذا بدك العالم كثير بتحبها. بايلا اكيد كل العالم بتعرف، يعني هي معنى الكلمه هو بايلا از بايايا، يعني البقايا. يس. هلا منا بقى قصة بقايا، صارت أكثر أكلة من الأكلات المقصودة العالم بتحبها. بتنعمل هاويفر بالشورت جرين رايس، نحن اليوم رح نعملها باللونج جرين. مش يعني عم نعملها غلط، بس في كذا فاريشن. ووجو اللي بتنطبخ ببايلا بان، نحن ما عندنا، ما عندي البايلا بان معي، ما جبتها معي. اني هاو هلا اعمل فيري جود بايلا كثير هينه مشاهدينا. بدنا بس المكونات المضبوطه، يعني بدنا البصل، بدنا ثوم، بدنا ارضي شوكه، بدنا شوريزو اللي هو سبانيش سوسج، والشوريزو فيه يجيبوا سبايسي، فيه يجيبوا اكيد مايلد، وفيه يجيبوا انا جايبه مايلد. يس. وفيه يجيبوا حار شوي يكون كمان. سو هون البايلا اجمالا هي حره، بدي زعفران، بدي بهارات بايلا، بدي فطر، بدي ارضي شوكه، بدي بندوره، بدي فليفله صفراء وحمراء وخضراء، بدي مول، بدي ريديس، بدي كالاماري. هلا بنقصهم بنشوفهم كلهم سوا، واكيد بدي فيلي سمك يحني بالبراد. لاعمل بايلا شو بدي كمان بلش؟ بدي اقطع كل الخضره تبعولي. انا لما بعمل بايلا بحب تكون غنيه بالخضره. وبحبها كمان شوي تكون حره، اكيد بدي بيض ابيض كمان مشاهدينا. على كل حال اللي بده الرسائل يشوف المكونات يحيي كمان على الفيسبوك بيج لما رشيد اسال، فوتوا على البيج وخذوا المكونات. وبس تخلص حلقتنا بتفوتوا على ام تي في الايف كمان فيسبوك بيج، بتاخذوا الحلقه از كامله. فهلا هون عنا شيء ورا شيء بده ينحط، بدي احط شيء ورا شيء. صحيح 100%، بدي احط شيء ورا شيء. انتل هون عندي مرقه سمك رح زيدها شوي بعد. صحيح. الرز اوريدي نقعته بالمي. بدي كمان بلش هلا خضرتي كلها جاهزه، فتح لها توربو يعني لحتى نقدر نخلص. اوكي. هون شو عندي هلا؟ المرقة رح احط لها شوية زعفران. اوكي. حنة. باودر. اوكي.
زعفران هلا لما كنت بالهند كمان جبت معي زعفران بس الزعفران السفيد. واو اتس انذر اكسبيرينس اكيد. رح احط هون شوية فليفلي كمان هلا نقليهم ضربة مشاهدينا. هلا كلهم هدول رح ينزلوا تينا اكيد. رح احط الشوريزو شو رح اعمل؟ رح اعمل شيء ثاني بالشوريزو، هي رح شيلها على جنب لانه عندي وقت لها. رح اخذ هيدي لحتى كمان سرع شوي البروسس لانه بدي يطلع لي وقت لاطبخ الرز ونقدر نعمل تيستينج للوصفه. اوكي هيدي هون عم بطبخهم حني. هلا رح احط شوية زيت زيتون على طول بايلا مشاهدينا. زيت زيتون بطبخها ما تعتلوا هم اذا حطيت لها زيت شوي كثير لانه شو ما كان في زيت شو ما طلعت بايلا طيبه. اكيد بتوافقيني تينا. اوه 100%. هلا رح احط هون الشوريزو رح اقليهم لاخذ طعمه منهم. مين وايل هون عندي الفليفله والفاكهه مشى ان باراليل مقليتين عم بطبخ فيهم. كمان بندوره مارون؟ كمان بندوره لتعطيني طعمه لتعطيني اسيديتي لتعطيني لون لتعطيني الفريشنس كل هدول. اوكي مثل ما شايف يعني كله عم بقطعه شوي هيك كيف ما كان تقطيعه شوي بلديه مثل ما بيقولوا. اوكي هيني اشكرا بالله اشكرا بالله. اوكي هون هيدي هيدا الشوريزو مشاهدينا يا حواء. شفت ريحة الشوريزو؟ اطيب لما نقليها. اوه ماي جاد هيدا اذا بتحطي معه كلاماري هلا وحامض ومشي كلامان وحامض شد قد شوكه بتعملين سلاد بيطلعوا واو توب. والقصد انا هلا عملت هيك يعني اكيد تينا عم تشم ريحه الشوريزو طيب كيف طالعه هون بكفي صار ما بدهم بقى. رح احط معهم المشروم حنه هون مين وايل كمان هدول عم بتقلوا. رح احط معهم الارض شوكه ولا لو على كنت عملتهم كلهم بطنجره وحده ماشيين يعني ما رحت كثير تقدم وتاخر هيدي. اوكي هون عندي ملح وبهار ابيض عم جيبهم بس حط شويه ملح على الخضره لنزلها بسرعه. اوكي بكفي مشاهدينا كمان هون ملح شوي نحط بهار ابيض تحيه بهار ابيض واكيد عندي كايان بيبر رح اعملها حره اليوم للبايلا ما بدي اكل حار بتروح عليه. Not my fault. فوالا خليني اتقلوا على رواق. هي هون هي هون هيدي خلصنا منها رح شيلها على جنب. فبدل عندي الفيدومير بدي قصها بعد شوي بس هلا عندي وقت شوي لها بعد ماني مستعجل عليها. هون بتحمل بعد شوية زيت هيدي تينا مظبوط؟ ايه بدها أنا كثير ناشفة على المشروم المشروم بياخد وما عندك مشكلة يعني هي هلا هون الرز عندي اياهم منقوعين نحن مشاهدينا صار لهم فترة صغيرة منقوعين. شو الفرق بين لونج جرين أو شورت؟ في كثير فرق. لونج جرين أول شيء لما بتطبخيهم الأبسوربشن تبعه إجمالاً 2-1 إيه أوكي واحد اثنين لونج جرين حبته بتنفخ بس ما بيلزق على بعضه لأنه ستارتش فيه أقل سو بيطلع رز كثير فلافي بيطلع رز هيك عم بيركض كله لحاله. بينما الشورت جرين رز فيه كثير ستارتش مثل من عائلة رز من عائلة الريزوتو رز فيه كثير ستارتش بما انه فيه كثير ستارتش بيطلع هيك كريمي من نتيجة شو اسمه هيدا عندي هون نتيجة النشا اللي بينزل من الرز خلال عملية الطبخ. اوكي فهيدا فرق اوريدي يعني كمان كثير كبير بين اثنين. هون شو عم بصير عندنا؟ فت شوي بس مش مشكل. اوكي هلا رح احط البندورة عليهم. الرز بده ينطبخ مع الخضرة مرمون؟ الرز رح ينطبخ مع الخضرة. شوف هلا رح اقلع الرز سريعا ما رح اتاخر كثير على الرز ورح تكون كثير طيبة يعني اكيد جميل يعني بالبايلا ما تعتلي هم تحطي خضره او تطبخي يعني المهم تعملي اخر شيء بالانس بالطعمات كلهم سوا.
كنت مير بده طبخ لحاله. هلا في انا شو بعمل هلا بعد شوي باخذ الريدس، ما بده كثير وقت اجمالا. اوكي السمكه اذا بدي اخليها فيلي، في اخذ السمكه قصه فيليات هيك بورسيون، حتى على من المرقه تبع البايلا يعني بيطلع لونها اذا بدك الصوص تبع او بيطلع لونها السمكه من لون الصوص يا حوي. اوكي مش لون هون الزعفران وكل السبايسز وكل هيدا. هون شو عملت انا؟ سمبلي قليت هون عم بقلي بعد اكثر. هون عندي بازيلا كمان، رح احط البازيلا، خليني احطهم هون. فوالا يا حي، شو رايك؟ واو شو في خضرة؟ طبخ شي مرة بايلا انت؟ نو اوكي شي مرة طبخ بايلا هيك على الهواء؟ انا عامل مرة بايلا على الهواء من زمان، يمكن انا وياك ما بتذكر اذا كنت انا وياك ولا انا وستيف، حتى اكون صريح يعني. يعني صار في ارضي شوكة وبشروم وبازيلا بازيلا فليفلة حمرا فليفلة صفرا، بصل وثوم مع الفليفلة 100%. هذول كلهم خلصنا منهم، اب نحطهم هون. شفتي كيف عم بقلي الخضرة كلها؟ يعني عم بعملها ستوينج شوي للخضرة. هلا هلا شغلة كثير مهمة ننتبه لها، انه هلا انا شو رح اعمل هون؟ رح اخذ شوي من هيدي في شغلة بدي هون عندي بيض ابيض. اوكي اكيد مشاهدينا اللي بده ما يحط بيض ابيض بلشت الطعمة، في ما يحط ابدا كون في ما يحط ابدا بيض ابيض، في يمشي بلا بيض ابيض، ما مش بحاجه إيه حتى لسبستيوشن. بس شو كميه صغيره؟ باردون كميه صغيره، فيك تحطي اكثر فينا. انا كنت حطيت اكثر. ايه انا كمان بس مدلق نصهم انا جاي على الطريق ليش الواحد يحكي، خليني اقول الحقيقه يعني. اوكي هون شو رح اعمل؟ رح اخذ هذه المرقه كلها احطها هون. اوكي هاي الخضرة مع المرأة هون كمان، رح اخذ هدول وحطهم هون. واو مارون هاي التوب هلا. واو ايه بتعرفي اذا نعمل مرأة سوا شي مرة؟ شو؟ بيسك. ايه اكيد اي لاف يا هيني كثير. ولا مرة عملنا على الهواء لك البيسك هيني وصعب يعني، اذا الواحد بيعرف بيعرف البروبر تكنيك ليعمل بيسك بيطلع بيسك كثير طيب. طريقتك طيبة البيسك؟ بنجرب شوف I'll do my best. خليني هلا قص السمكات، يعني سالتيني سؤال مش قادر اجاوبك عليه. بدي خلي مشاهدين بدك تبرهن لي بدك تعمل على الهواء مشاهدين يجاوبوا مش انا. اوكي رح اخذ هلا قص السمك وقص الكالاماري. واو ايمتى بنحط الرز؟ في عندنا كاتينج بورد زرقاء او حمراء او شيء، في حدا يعطيني اياها شباب اعملوا معروف. ايمتى بنحط الرز؟ يلا بعد الفيدومير او بعد لا الرز بلا الفيدومير ما بنحط. اوكي ما بنحط. هلا شو رح اعمل هون؟ زيت. مشاهدينا انا بنصحكم نصيحه كثير كثير قويه يعملوا هالطبخه اليوم. لا تطفوا اوليف اويل. طيب هلا هيدنا ترى لحتى بدنا ندوقها، كيف بدنا ندوقها؟ ما في مدايق ندوق هيدي الملعقة ما في غيرها قدك هيدي قديه بتحمر رز؟ هي بتعمل تقريبا شي كيلو وشوي رز، انا عندي هون نص كيلو رز. اوكي في ازرق؟ في ازرق. شو طلع؟ لافلي كثير كثير طيبة. بتحمل شوية ملح أكيد مش كثير، كده شوية بهار أبيض بعد and that's it. هلا هون رح آخذ الرز مشاهدينا، رح أحط الرز أوكي رح ويني ويني وين حطها؟ ما بدي كنا نسجل فيها. اوكي حسيتك هربتي فينا ليه؟ يلا هيدا هون فينا، هي رح بوكلك فيهم. مين وايل انا؟ ايه مين وايل انا بدي اخفف النار شوي، مين وايل انا رح بلش حضر السمك. ميسي ولا هدول هون، هيدي ما بدي شيلها بقى. ثانك يو. اوكي
Here you go. هدول هون هدول هون. طيب ال مثل ما شفتي تينا اني تركت الصوص تغلي. ايه. هون رح اخذ فيليه الهامور او القز احسن شيء. شفتيهم؟ هلا لو عندي حاعمل شغله فيهم هدول. فوالا. هيدا الشيء لقب كبه. رح اقصهم شقف صغار بهالشكل. اوكي. هون كلهم هدول في اخذ شويه سمك اذا بدي هيك قصهم صغار وكبهم بقلب الرز انا عم بطبخ الرز عندنا ليفت اوفر بالبيت عندنا شو ما كان في انا اعمل عمليه بعد تولي انه بتقوي النار شوي على الرز بس فينا عمليه معروف هلا رح ارجع اخذ هيدي مقليه اللي عندي هون العظيمه رح شيلها هي اللي كنت عم بطبخ فيها اكيد الشوريزو حطهم هون هون رح احسن بورسونات بهيدا الشكل رح تعملهم بوتشينج؟ رح اعملهم بوتشينج بهيدي المرقة اوكي فوالا تحية اوكي هون شو صار عندنا؟ شفتي كيف صارت الخضره كلها؟ هلا بكون بعد احسن اذا في اغليهم بعد شويه وقت لتطبل لتستوي الخضره. هلا بالرز ما عندي مشكله انه رح يرجعوا يطبخوا مع الرز تقريبا بدهم مع الرز 20 دقيقه. اوكي. خليني فنش الرز. هلا. فوالا. اوكي. اكيد الكميه اللي بتبقى من الصوص هلا حطي لي هالسمكات هون ما بدي شي هون حلو هلا هيدي بس نشوف اذا بده بعد الرز بس بعد بده؟ ما بعرف خليني اشوف بده هلا بده شوي الرز بعتقد احطه النار على طول الرز مثل ما على طول بنعمل تك 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 بعمل هيك I think it's fine بس انه في حد بعد شوي نيفر مايند تحية مشاهدينا the best paella ever هون شو بعمل هلا رح اخذ هيدي المرقة كمان هيك اوه عم تخيلي شو بده يصير هون الاغطية وينني ما جابوا لي الاغطية بدي الاغطية تبعهم اتس اوكي طيب الرز الشباب في مجال اوتي التناجر من اللي عندكم كمان عملوا معروف فوالا رح خليها تغلي على نار كثير خفيفه اوكي هيدي هون بس تقلع تغلي كمان بغطيها بتركها تنطبخ هلا لازم حط شويه ملح بس مش كثير فينا لانه الرز اوريدي الصوص فيها شويه ملح ماشي حالها هيدي هون اوكي This is good. واو. اوكي. حبيتها، شقف السمك. شقف السمك بقلبها. ايه. هودين هون بنحطهم على الوجه. هيدي اوريدي صارت خالصة، يلا بليز بسرعة اعملوا معروف. عم بعذبكم معي بعرف يعني بس إنه. هلا هيدي شو رح أعمل بعدين؟ عندي كورن فلاور، رح أحط كورن فلاور. ابقى. وعقد الصوص بكورن فلاور، اوكي؟ ميرسي ميرسي. كلك ذوق، ثانك يو. هيدين هون هيدين هون هيدين هون هلا هي رح اتركها تكتيك بدها 20 مينتس شارب لما بنطبخ لون جرين رايس اوكي هيدين هون رح اتركها كمان هيك تغلي شوي اثنيناتهم بتكتكو بهيدا الوقت انا حط هودي نضيف شوي سريعه الطبخه هي سريعه سريعه اذا الاغراض موجودين لانه في شي نوع خضره ما حطيناه طيب هلا شو رح اعمل؟ رح نضيف شوي قدامي رح اقص الكالاماري ورح هيدي حطها على جنب لانه عندي وقت لحتى اهتم فيها خليني اخلص شي قصص ورا بعضهم اوكي بطبخ السمك بيخلص السمك بحطه على جنب برجع باخذ مرقه السمك بحطها مع هون
برجع بحطها هون بعقدها. هلا مين وايل انا رح قص الكالاماري. اوكي كالاماري في قصه مثل ما بدي هاليوني هالكالاماري. اوكي رح قصهم كيف قصهم هيك سكويرز او كيف نقصهم تراينجل ما بتعرفي خلص قصهم شو ما كان هيك سريعين ده عندنا وقت بعد. اوكي بيرفكت ثانك يو وقتنا كثير منيح يعني حيطلع لنا وقت كمان نطبخ الكالامار كل كل شيء دمير الكالامار كيف رح هو صوتي سمبل فيري سمبل زيت زيتون ملح بهار الايدي زيت الشيء مع بعضهم يعني ايه برجع بحط عليهم شويه مرقه وبتركهم بدون ما اطبخهم بدون ما اسلقهم بدون شيء هيك ما بصير كل الاكزيدات تنزل منهم تروح بالمرقه تبع البايلا اوريدي هون كل شيء حطيته هون رح يروح مع البايلا كمان اوكي here you go nice nice اوكي هلا هيدين هون رح اوقفها شوي طبخه اوريدي حتى لو وقفتها هلا تينا وزحتها على جنب رح تطلع السمكه مطبوخه خالص مثل ما بتعرفي السمك لانه ما بده كثير وقت لحتى ينطبخ ولا يا حيه مش مثل السمك وال اوكي اتركها على جنب هون شو عندي هذا الرز عظيم داعس حرارة اللي عم ينطبخ فيها داعس لاحظت شو عم بستعمل زيت ال زيت المقالي زيت كل شيء لحتى ارجع اطبخ الفيدومير يعني مش بحاجه ارجع بالبيت غسل واعمل و... عن جديد ايه هذا مول هذا قريدس خليني اعمل شغله بالقريدس بس كمان شلهم الذنب تبعهم هلا مشاهدينا كيف لون الرز او الايطالي هون؟ اتس جود؟ يا نعم يا بيرفكت اوكي اوب وحده هون اوكي هون رح شيل الذنب من القريديس والقريديسات اكيد مقشرين منظفين جاهزين هلا لا قديش بدي حرحر بقدر حرحر يعني اوريدي انا عندي زيت حار هون هلا انت كيف بدك تاكل البايلا؟ بدي اكل ذوق البايلا هلا حط عليها زيت حار كلها محرحرة ايه طبعا كثير طيبة يجو ما بعرف اذا المشاهدين كثير يعني قدروا بعرف انه كانت طبخة سريعة وعملت كثير قصص انا ورا بعض انه بسرعة بس تحبيها على 12 بيس اذا بس حدا عنده سؤال وفيهم يتصلوا فينا ما بعرف بالرجي يسالونا اي سؤال على الطبخة كمان فيهم اذا ما قدروا يتصلوا فينا مثل ما بقول على طول يعني فيهم يحكونا على السوشيال ميديا لحتى جونا بلش بالكالامار بلش بالكالامار بنقل على القريدس حط اخر شيء المول لانه المول اوريدي مطبوخين اوكي اوكي المول هذا بيجي فريش من فرنسا او من اوروبا ما في اتركه بلا طبخ بطبخه انا المول بس تموت حبه مول خلص ما في انا كلها بقى مثل اللوبستر مثل كل الفرساسيه اللي بتجي او الشيلفيش اللي بتجي كلها فريش اوكي هون ليكي هيدي شو صاير فيها عم تنطبخ شوي شوي هلا رح ارجع ارد اوبسلي رح انطر لحتى تاخذ مضبوط الزيت منيحه اوكي تاخذ مضبوط الزيت رح ارجع هلا هوب بعد فينا اوكي هي شغله كثير مهمه اللي عم بعملها الحراره العاليه اوكي هلا بدي ارجع اخذ حط عليهم ملح بدي احط عليهم بهار ابيض بدي احط عليهم الايديس بدي احط المول فوالا واو رح اخذ شوي من هذه المرقه كمان هلا مع الخضره يعني هذه فيها تكون ستيو اذا بدك حدهم او
شوي صغيرة اللي يغلو مش كتير. هلا كل المرقة اللي بتطلع من هون شو بعمل فيها؟ برجع بردها لهون. لا برجع بردها لهون 100%. فوالا This is done. No? Wow. It's done. Yeah. حتى يعني الشريمب. حتى الشريمب يعني بدك بعد 30 seconds sharp بيكونوا خلصوا كلهم سوا. اوكي. هلا الحلو كل كثير راح يكون هو حلو. هو الـ يعني راح تشوفي بس نطبخهم كلهم. هلا هون شو راح اعمل؟ شوف شو راح اعمل. قبل ما اطلع عن الهواء راح اخذ هيدي. شوفوا مشاهدينا راح ارجع اخذ على طول. يعني نحن عم نطبخ بنعمل شوية مانجمنت للأخبار اللي حوالينا. باردون تينا. هذا الرز عم ينطبخ بيرفكت. هيدي خلصت. سو رح آخذهم نحطهم هون. اوكي. طب حطهم هون. اوكي. هولي ليه ما بتحطهم على الرزات؟ شو هن؟ هدول لانه اذا بحطهم على الزيت هلا اتس فيري جود كويستشن ثانك يو تينا رح يصير الفريدومير كلها كاوتشوك تصير اوفر كوك. سو انا بحطهم هدول لاست مينيت على الرز. شوفي كيف رح اعمل برزنتيشن هلا. okay. رح نعمل هيك برزنتيشن كمان مهضومه كثير بيتوتيه للبايلا. هلا رح اعمل رح اخذ ال هي صار فينا نسمكها؟ رح اخذ الصوص رح احطها هون. اوكي. هلا بقول لك ليش عم نحطها هون. ايه حبيتها جدا. حبيتي ايه لانه بوتنشلي رح اعمل برزنتيشن هون. رح اخذ الرز بدنا الطنجره حطه هون وحط على وجهه في دمار والصوص ونحطه على الطاوله وناكل. انا معك انا معك 100%. رح ناخذ بريك نحن ورح نشوف البرزنتيشن تبع البايلا بتيستينج دوكيومنت. يعني شو بايلا؟ شو بايلا يا يعني هيدي خرج هالبايلا خرج تجي راشيل وتذوقها معنا. بتعرفي مين راشيل؟ مين راشيل؟ مين راشيل؟ امها. ليه بقى؟ لانه ما عم تحضر اليوم وما عم تطبخ كثير كثير طيب فعم بتقول انه شيء كثير 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 بشهش. انا بدي اقول لها انا بدي اقول لها لرشال شو قال لها مدام رشال اكيد تجي تعمل تيستينج معنا. وبدي اقول لها مدام رشال انه هلا رح شيل صحن شوي. هلا لا بدي اقول لها بدي شيل لها صحن. رح تشوفيها لامك اليوم؟ ايه رح شيل لها صحن تاخذيه معي. بس بشرفك وحياتك يا عمي. شو عم بكذب؟ شفت الشيف مأزق. رح حط شوية زيت حار اذا حدا بحب الحار ورح اخلطهم هيك مع بعضهم كلهم. على فكره الريحه شيء كثير 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 يامي. اوكي حيه شيف سريعا هيك ذكرني لان انا مش كثير دائما بقدر اكون مركزه معكم على الطبخ. سوري مش قادر. مش مركز هلا على التيستين. نو هون اكيد عندنا كل ال عندنا الخضره يلي هي بصل ثوم وفليفله حمراء وصفراء وخضراء وشامبينيون وبازيلا وأرديشوكي. أرديشوكي كمان. أرديشوكي منقليهم كلهم سوا. نعم. بزيت الزيتون مع شوريزو. نرجع بنطفيهم بمبيض ابيض. شوريزو ليه؟ شوريزو اللي هو سبانيش سوسج. ايه بس ليه هون؟ سو لانه البايلا بدي اقول لك شغله فيك تعمليها بلحمه، فيك تعمليها بدجاج، فيك تعمليها بدجاج وهذا. شوريزو بيعطي سبايسينس، بيعطي فليفر لل تاخذ للبايلا. مزبوط بسبين بفتكر دائما بيخلطوا مع شوريزو او دجاج. فيك تحطي اثنين هاو ايفر. رح تعمل زياره وجيت، ايه شو انت هلا هون هونيك لناكل نحن لحالنا. شفتي؟ سو هلا يا حيي كلها هون. كثير شكلها حلو مارون. دبن. فوالا. واو. يعني رجي بدها ظلوطه الثاني والثالث والرابع تفضلوا. اوكي هلا هاخذ بعد شوية صوص. نادين شرفينا.
حط شوية صوص هيك تاك. الصوص فيها شيء. صوص فيها كمان فيها مرقة سمك اللي طبخنا فيها. يعني هذه الصوص. بس كله طبيعي يعني كله من اللي نعمل اليوم. يعني هذا بالعربي بيقولوا من دهن وسقيله. مية بالعربي. فكله هالخضرة هون مع المرقة مع كل شيء طبخت فيهن هني زيتون الرز. ورجعت لما طبخت الفيودمير وخدت المرقة تبعهن حطيتها كمان معه هون. هلا عم بسقيله. بتشوفي هون عم بسقيله. طيب هلا سقيله تقول لك سقيله هلا سقيله هيدا الشيف بيفتح لك الروحة على النكت بس الشيف مروه بيفتح لي الروحة على الأكل يعني مش معقول طريقة حكيك شيف وطريقة شغلك هيك بتشهي الواحد ليك يلا هيدا ناكل يلا شو رأيك ليتس إيت ليك شو حلوة هيدي مش عارف ليك شو غيرت رأيك لأنها تقيلة خلص شو صفا طب قلت أنا بالصحة أنا بعيدة لانيا وين نادين؟ نادين يلا نادين امتى؟ باسبانيا وانا ما كنت موجوده اوكي هاي نادين هلو هيدا لنادين سهلة فيكي اوكي هودي للشو نادين ثانك يو متى بدنا نحكي عن اتيكيت اكل المول؟ ايه ذات ويد بي فانتاستيك فيري جود ثانك يو جود ثانك يو سو ماتش يعني عن جد كل مره برجع بقول زيت الشيء الريحه في شامبينيون كثير كثير طيبه خبروني شوي حرا شوي سبايسي حدا دق بديك تدوق الا تعرف انا رح دوق عن تينا اليوم شو تينا دق تحت الهواء It's good, huh? لونها وشكلها تينا شبعانة من لما عيتها إيه لا ما بتعرف لما يطبخ بيشبع ركض تحت لما عيتها لما عيتها that is something مش معقول بتعرف أنا الكويسون تبع الرز طب كيف تعمله؟ ليه نحن ما فينا نعملها هيك؟ لا عن جد بعدين الكالامار والهذا عم بيقرشوا هيك الأشياء صح بعدها كلهم اكزاكتلي كله الدنتي هيدي شغلة مهمة إنه طبخهم لحالهم الفري دو مير بعدين رجعت يعني لما خلص الرز سقطتهم تك 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 برمتهم طب انا عندي سؤال باسبانيا بتعرف نحن بكون في عندهم هيك مثل بايلا بان ايه اكزاكتلي وبيحطوها بالفرن صح بس انا دائما بلاقي انه هاي الطريقه اطيب من هديك هلا هديك بتطلع نشفه شوي بتطلع نشفه شوي ولانه بتحطوها على الفرن وبتشرب كل الجوسز فنحن بنحب الاكل اكثر يكون مويست صحيح هلا انه هي الفكره بهيدي انه ما تصير منها بايلا بان سو ووك اكثر بس فكره انه كمان انا بحب الرز لما باكل حتى اذا عندي كيترينج بمرون شديد كيترينج اذا عم نعمل شيء بحب اعمل هالبرزنتيشن بحبها تكون هيك اكثر بيت اكثر بيتوتي شكلها بتطلع اليجنت وحلوه وكلين و بعدين اللون الاحمر لانه بالفرن بيفقد الالوان بيغمق شوي بيفقد الالوان وبيدوب صحيح فكتير كتير طيبه عن جد ثانك يو سو ماتش لازم تروح تعمل لهم دوره باسبانيا شيء اسمع اجل اسبانيا بياخذ على خاطره ثانك يو شيف انت بتعرفي هي بقايا بلشت بانه كلهم يلاقوا شو ما كان بس نحن دائما يمكن الاكل اللي بيعملوه اللبنانيه او بلبنان عنده هالتاتش الغير شكل ثانك يو مارون ميرسي بوكو نادين في مع رانيا انا بدكم مشاهدينا وبشوفكم قريبا